بالنسبة إلى بيامات الفرنسية، هناك خطة في إنجازهم. المرحلة الأولى من الخطة هي فيها مراحل، والمرحلة الأولى من الخطة هي ترجمة البيامات بواسطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال TEC، ترجمة النصوص. إذا لإنجاز جميع البيامات من 2019 إلى 2007 للفرنسية سأعتمد خطة. الخطة هذه فيها مراحل. من هي المرحلة الأولى في هذه الخطة؟ المرحلة الأولى في هذه الخطة هي قراءة النصوص بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وقراءة بطريقة مصورة، استعملت فيها جوجل إيماج. شوف النصوص راح تفهم الطريقة اللي خدمتها بها. إذا هناك 13 فيديو، 2019، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7. إذا ماذا يوجد في هذه الفيديوهات؟ يوجد فيها قراءة النصوص، قراءة نصوص، ترجمة نصوص البيامات إلى العربية وبطريقة مصورة، بطريقة الصور. إذا ليست ترجمة وفقط، ولهذا أحيانا ساعدش ندير فهم نصوص البيامات. لإنجاز البيامات من نص وأسئلة وتعبير كتابي هناك مراحل. المرحلة الأولى هي قراءة وفهم هذه النصوص، وقد كان ذلك في هذه الفيديوهات. رابط البلاي ليست أسفل هذا الفيديو.